السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة سالي بيوتي، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم اللحم بالبرقوق المغربي ديالنا. المهم اللحم بالبرقوق ماشي ديال المناسبات ولا ديال الاعراس، ولكن هنايا في الدار انا بغيت نديرو غدا ديالي متواضع. هنايا خديت نص كيلو حتى الكيلو الا ربع ديال اللحم، وديت ثلاثه الافراد، جوج كبار وبنيته صغيره راكم عارفين، ما كيكونش محتاج يعني تقدروا ديروا نص كيلو بركه كافيه. هنايا درت انا جوج ديال البصلات، شلطتهم ولا شنفتهم كبارين، بصله ماشي مشكل تكون حمراء بيضاء ماشي مشكل. درت الملح القياس ديالي انا، الملحه كتبقى على حسب الذوق، ومن الافضل ان الانسان ما تكتروهاش لان هاد المريقه كتشحر وكتتغمر، دونك كتكونسونطرا في هذاك الملحه. المهم الملحه تزيدوها من بعد الا بغيتو. هنا غندير سكينجبير، انا العطريه كندير عيني ميزاني، ولكن غنحاول نقول لكم القياس بمعلقه صغيره. هنا تقدروا ديروا معلقه صغيره عامره ديال سكينجبير، انا كنأكد ان هذا الشيء كنشرح على وديت الناس اللي كيبغيو الانسان يشرح لهم بالتدقيق، الناس المبتدئين ولا اللي كيكونوا من بلدان اخرى شقيقه عربيه ولا حتى غربيه، علاش لا، كاين الانسان اللي كيبغي يشوف داك الطبق ويبغيه يعرفه بالمقادير. المهم درت هنايا الابزار الاسود، درت ديروا غير نص معلقه ما عمراش. درت هنا الخرقوم، تقدروا ديروا نص معلقه كبيره نص معلقه صغيره يا ربي. وغادي ندير معاكم هنايا الزيت، زيت هنا انا درت شويه ديال الزيت روميه ولا زيت المائده، وغادي نزيد شويه ديال الزيت عاوتاني بلديه. المهم كنخلطهم، نتوما تديروا داكشي اللي بغيتوا، اللي كيبغي يدير غير زيت العود يقدر يدير غير زيت العود وصافي. وغادي نحركهم هكا، نديهم ونجيبهم مزيان باش داك اللحم يتشرب لينا داك العطريه ديالنا. وغادي نديروها فوق النار وغادي نبقاو نخليوه يتشحر، نديوه نجيبوه نديوه نجيبوه بحال هكا بالملعقة الخشبية باش يتشحر لينا مزيان. وانا هنا غادي ناخذ البرقوق اللي غادي نخضروا به الطبق ديال اللحم ديالنا. تقدروا تعوضوه بالمشماش، تعوضوه باي حاجه بغيتو، تقدموا غير بالبيض المسلوق مثلا ولا غير باللوز محمر مسلوق زعما محمر. المهم انا بغيت ندير بالبرقوق. غادي ديروا البرقوق تغسلوه مزيان داك التراب وداك الشيء اللي كيكون فيه، وغادي رطبتو شويه في الماء، خليتو غير واحد شويه وليت غسلته من داك الماء وليت درت له ما جديد. ودابا هنا غادي ندير فيه عويده ديال القرفه، الا كانت عندكم القرفه مطحونه ماشي مشكل، سواء مطحونه ولا عواد. وغادي نديرو فوق البوطه كيطيب مزيان، انا مولفه كندير له حتى شويه ديال الملحه وشويه ديال هذا غير باش نسمو شويه، ولكن دابا بويسكو غادي نعسلوه بالمرقه ديال اللحم، دونك سي با لا بين ندير له حتى حاجه، غادي ندير له غير عويده القرفه ونديروه
يتسلق لينا زعما مزيان. هنا كما كتشوفوا من بعد ما طاب لينا بداك الماء غادي ندير له هنايا شويه الزبده، غير معلقه هكا كبيره ولكن ما عامرش، على حساب هذا القياس اللي عندي، حيت انا غير عدد الناس قليل، جوج نحسبوا جوج الناس كاع، لان بنتي صغيره، بنتي ما كتاكلش بزاف المرقه وداك الشيء. المهم غادي ندير له هنايا جوج معالق كبار ديال سنيده، وسنيده كتبقى على حسب الذوق، غير هو باش يتعسل لينا زعما البرقوق مزيان وداك الشيء. وغادي نديروه فوق النار، نحركو مزيان داك الشيء لان باقي سخون. شتو غادي نحركوه، درت له هنا المريقه، نسيت قلت لكم درت له هنا المرقه ديال اللحم نيت، حاولوا انكم تهزوا غير المرقه زعما ما تكونش فيها داك البصله وداك الشيء من الافضل. وصافي وكتديروا فوق النار وكتبقاو تراقبوه حتى كيتعسل لكم البرقوق ديالكم، راه ما كياخذش بزاف ديال الوقت، دغيا كيطيب وكيجي زوين. وراكم عارفين الفوائد ديال البرقوق المجفف، عنده فوائد كثيره. المريقه ديالنا هي ديال اللحم بالبهارات، انتم شفتوا وصغيره تبارك الله، انا درت فيها البصله بغيتها تبقى باينه، درتها شتو شلتها وخليتها هكاك وكثرت هذا الجوج بحال كما كتشوفوا. نتوما تقدروا تقطعوها هكاك شويه ولا بغيتو. هاشتا كنتمنى انها تكون واضحه هكاك. صافي دابا انا غادي نتسنى البرقوق ديالي يتحسن، وغادي نحط الغديبه ديالي على هذا البرقوق. قلت لكم درنا معاه سنيده وداك شويه الزبده والمرقه باش كيجي داك تخفي داك العطريه اللي كتكون المرقه وكيجي من السم زوين. دابا غادي نخليه انا هنايا هكا حتى يغلي مزيان، نقص لنا هاد اللي يتعسل حتى هو، وعاد ديك الساعه ان شاء الله نزين به الطبق ديال اللحم ديالي. كما كتشوفوا هنايا عندي انا قفله، علاش؟ لان حنا غير ثلاثه ديال الناس، غير جوج ناس كبار وبنيته صغيره راكم عارفين. انا غادي تعس ان شاء الله نوريكم الطبق النهائي. ها هو شفتو البرقوق ديالنا بدا كيتعس، غادي تعس لينا. ها هو صافي، اللي بغى يزينو بشويه الزنجلان يقد يديرو فوق منه، من يديرو فوق اللحم. انا غنخليه هكا، ما درت فيه لا مزهر لا والو هكا. والمريقه ديالي هي كما قلت لكم تغمرات جات غزالة تبارك الله، هاهي اللحم طايب فتي. حتى اللحم كيعاونكم الا كان صغير كيطيب دغيا، هانتوما شفتو. دابا انا غادي نقدم الطبق، غادي نرجع لي الغديبه ديالي كما كتشوفوا. ها هو اللحم البرقوق اللي درنا، جا مدغمر ومعسل على البرقوق ديالنا. انا زينته بهذه الطريقه، نتوما تزينوه كما بغيتو، بغيتو ترشوه بجنجلان تقدروا ديروا جنجلان فوق منه، ولا تزيدوا اللوز، البيض مسلوق، اللي بغيتو، الفريت، كل واحد داكشي اللي كيعجبو. وهنا هذه سلطه الروز ديالي، المونطه، الزيتون. صافي هذه هي الغديبه ديالنا كما كتشوفوا، متواضعه. الخبز ضروري. كنتمنى ان هذا الطبق اللي صيفط معكم اليوم يكون نال اعجابكم وتجربوه. الناس اللي ما كيعرفوش، انا عارفه بان الاغلبيه كلشي كيعرف يصايب اللحم بالبرقوق، ساهل. الناس اللي ما كي، وكاين طرق اخرى اللي كيكون ديال المناسبات وديال الاعراس والاعياد، كنزيدوا عليه عطريه اخرى وداكشي. انا هذا دغيا ساهل، دغيا غديوه سهله تصايبوها في داركم. هادشي اللي كاين بارطاجيتها معكم وصافي. كنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، وتهلاو لي فراسكم الى فيديو قادم ان شاء الله.